بعد كده بقى سيبنا امبارح نقفل نعم مشكله غزه. نعم. طيب ايه السياسه المصريه في غزه؟ نعم. احنا عاملين ايه؟ السياسه المصريه في غزه نحطها في الاتي عشان تبقى واضحه. اتفضل يا فندم. اول حاجه ان احنا مصرين على عدم التهجير القسري لابناء غزه الى سيناء او الى خارج سيناء، لان النهارده بدا يقول لك عايزين نروح اوغندا. نعم. فاهمني؟ فمصر بترفض اي تهجير لابناء غزه الى خارج المنطقه، سواء مصر او غيرها، او غير مصر. نعم. والضفه طبعا. احنا عايزينهم يفضلوا عندهم طبعا. نعم. حاجه الثانيه، الرئيس النهارده اتكلم مع اعضاء الكونجرس الامريكي، مع اعضاء الكونجرس وقال لهم. نعم. الكلام ده. قال. نعم. لهم الكلام. اتفضل يا فندم. قلت لك عشان كده اتفضل السياسه المصريه. اتفضل يا فندم. استقرار تدفق المساعدات الانسانيه. نعم. احنا بنستقبل الجرحى من عندنا. نعم. من عندهم. بنعالجهم عندنا. عندهم. بنعالجهم عندنا. اكثر من 20,000 وصل. بالظبط. نعم. بنسهل عبور ذات الجنسيات المزدوجه. نعم. من بعبر رفح. نعم. جهود مصر في محاوله التهدئه. وانا عايز اقول حاجه، عشان من النهارده في بعض الاشاعات قالت ان بعد ما حصلت اغتيال الراجل ده امبارح فمصر هتوقف. لا. مصر هتكمل، وقالت النهارده ان احنا هنكمل المفاوضات، لان ده اسلوب سياسه مصر وهو بنقول اهو. عظيم. وتبادل الاسرى. مسؤوليه السلطه الفلسطينيه على قطاع غزه. مصر مصممه على هذا الكلام، ان القطاع غزه سيكون تابع للضفه، لا فصل بينهم. لا فصل بينهم. نعم. وان حل القضيه على اساس الدولتين. نعم. ده هو الكلام. نعم. طبعا مصر عملت جهود في هذا الكلام. طب إن قبل ما نروح لقمه القاهره، ممكن حضرتك تشرح للساده المشاهدين دوله منزوعه السلاح؟ لانه كان في اسلو 93 كان بيتكلم على هذا الامر. اسلو 93 اللي هو حق اعتراف متبادل ما بين سلطه، يبقى في دوله يعني السلطه الفلسطينيه باعتراف باسرائيل وتصير تعترف بيهم، وبالتالي يبقى في حل. كانت الفكره اياميها ان تبقى اسرائيل، ان فلسطين هي دوله منزوعه السلاح. نعم. وان لا يتواجد فيها غير الجنود بتوع شرطة. الشرطه اللي معاهم السلاح الخفيف. كويس. كان في مشكله تانية وهو الدخول والطرور الطيران. كانت ما هما كان في خمس مشاكل. نعم. المشكله الثانيه الطيران يطلع وينزل، اسرائيل كانت عايزه تبقى موجوده في المطارات وفي المواني. كان في مشكله ثانيه على موضوع الميه. ان كان في ميه نهر الاردن. نعم. كان في مشكله رابعه على موجود اللي هم كانوا ابناء فلسطين زمان، اللي بيسموهم ايه، اللاجئين او المهجر. لا اللي هم كانوا عايشين في فلسطين. ايام، وبعدين عايشين وعايزين يرجعوا تاني. نعم. فكانت برضو اسرائيل مزرجنه. نعم. كانوا خمس نقط. نعم. ولكن كان اهمها هي انها دوله منزوعه اللي هو حق العوده. حق العوده. فانها هتبقى منزوعه، لكن احنا برضو اتعلمنا حقيقي. الله يرحمه السادات قال لك خذ ثم طالب. طب ما النهارده انا كنت في اول يوم زعلان لما السادات وقع الاتفاقيه وانا مش قادر بقوات المسلحه اطلع. نعم. الحد الامام الجيش السيسي عمل ايه؟ نعم. عملت عدل الاتفاقيه واصبحت قواتنا عايشه على سيناء. نعم. يعني لو احنا وافقنا دلوقتي ان. نعم. تتعمل الدوله. نعم. منزوعه السلاح، بعد 10-15 سنه تهدى الامور. نعم. وتبدا تاخد سلاح خفيف وهكذا. نعم. فهو ده اللي احنا ابدا يعني خد بس كون الدوله الاسرائيليه، كون الدوله الفلسطينيه. نعم. كونها. نعم. من غزه والضفة. نعم. واعملهم، وكان في امل ان احنا نعمل كونكشن، ان يتعمل طنل واتصال طنل. نعم. بين القطاع والدادات، وكانت الامور ماشيه. نعم. بقى طبعا جه نتنياهو ان هو قال لك الدوله الواحده، وللاسف ترامب طبعا يعني زي ما كان ترامب معانا هنتكلم بعد شويه. نعم. امريكا كان هو ضد القضيه الفلسطينيه. اتفضل يا فندم. عملنا بعد كده النهارده الصوره اللي بعد الثانيه، طبعا سياده الرئيس عمل مؤتمر القمه للسلام. بعد كده عملنا احنا دلوقتي بنعمل في سينا لا في سينا اسف في رفح، في خان يونس. في خان يونس.